مرحبا بكم من بغداد الحبيبة. سادتي الأكارم، عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: التوازنات السياسية وقلق التركمان من التهميش. سادتي الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب برئيس الكتلة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الأستاذ أرشد الصالحي. حياكم الله وبياكم أستاذ أرشد. أهلا وسهلا، يا مرحبا. حياك الله أستاذ أرشد. أستاذ أرشد، الحراك السياسي التركماني بخصوص اختيار بديل مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل الذي تم إقالته وإعفائه من منصبه، كيف ترى الوضع السياسي التركماني في كركوك؟ يعني هنالك لربما غبن أو إقصاء أو تهميش للمكون في كركوك وحتى في الحكومة الاتحادية وحتى في إقليم كردستان. كيف تتابع تطورات ومجريات الأحداث السياسية والتناحر السياسي التركماني لهذا المنصب تحديدا؟ شكرا جزيلا لكم المشاهدين جميعا. أولا يعني دعني أن لا نسميه تناحر سياسي، هنالك التناحر تختلف عن اختلاف في وجهات النظر، ولكن مش مشاكل عويصة يعني أستاذ أرشد، يعني حتى الشارع ده يحس. هي ما واصل إلى مسألة إلى وضع التناحر، لكن إذا استمر الخلاف أكيد تتحول هذا الأمر إلى تناحر، ونخشى نحن من هذا التناحر. احنا حافظنا على كركوك كمكون تركماني، اقصد البيت التركماني، احنا القوميين حافظنا على البيت الداخلي التركماني من خلال حركتنا القومية، وان قضيتنا قضية قومية وليست قضية لا مذهبية ولا مناطقية. حافظنا على هذه المشروع من عام 2003، وضحينا في كثير من المناصب حتى لا نقع إلى الاختلاف الذي حصل في بعض المناطق التركمانية الأخرى، لا أريد أن أذكرها، لأننا قضينا على هذه الظاهرة في هذه المحافظات التي حصلت فيها هذا التناحر، ولا يمكن لنا أن نقبل أن ندخل إلى هذا التناحر. لدينا الآن اختلاف في وجهات النظر، وهذه الاختلاف في وجهات النظر يجب أن تحل بعقلانية وباستحقاق انتخابي. اليوم الشارع التركماني لديه استحقاق انتخابي، لديه قائمة انتخابية، لدينا اختلاف في وجهات النظر داخل القائمة، وهذا شيء طبيعي. اليوم أنا وجهة نظري كنائب عن قائمة جبهة تركمان العراق لدي اختلاف في وجهات النظر مع رئيس القائمة ومع أعضاء القائمة لبعض الأحزاب، يعني ما المؤتلفة ضمن القائمة. نعم موجود وجهات نظر مختلفة فيما بياناتنا، احنا ليش ننكر هذا الشيء؟ لازم نكون واقعيين، لازم الشارع يعلم ما الذي يحصل داخل البيت. لكن الأهم من هذا، الاختلاف في وجهات النظر يجب أن لا يعكس بشكل سلبي وتؤدي إلى تناحر، كأننا دخلنا إلى تناحر مذهبي أو طائفي أو مناطقي. هذا خطر. لذلك نقول اختلاف في وجهات النظر عسى ولعل ان تحل لنقل مناكفات. انتم مناكفاتكم مع اي جهه سياسيه استاذ رشيد؟ يعني ما راح اتطرق الى هذا الموضوع لانه اريد الم البيت، مو الشارع يريد يعرف. يعني صراحتك الشارع عاقل، الشارع التركماني شارع حكيم وعاقل، يعلم مدى الاختلاف الموجود بين من وبين من. اليوم انا اقول بصريح العباره، التقيت اكثر من مره مدير عام صحه كركوك، هي حصص أقولها، هي حصص. قيادة شرطة كركوك حصة الاتحاد الوطني الكردستاني. نعم. تربية كركوك حصة العرب ممثلا بالقوائم الفائزة عندهم بالانتخابات، قوائم عربية فائزة. ولكن التربية كانت عائدة التربية من حصة كانت لنا بالبداية. أنا ما كان عندنا شيء ذاك الوقت، ما كان موزع المناصب، لكن التربية من أخذ الأخ محمد تميم وزير التربية، أخذ القرار إلى وزير التربية انطى إلى المكون العربي، رغم أن قرار مجلس المحافظة كان عندنا مرشح تركماني وكان أكو قرار لمجلس المحافظة لكنه ما مشى. اتهمت أنا في وقتها كأنني أنا تنزلت، لا بالعكس. اللي يقول هذا الكلام عار عن الصحة. أنا من شفت المديرية العامة لتربية كركوك بحكم وزير التربية الأخ محمد انطال المكون العربي، وصار خلاف ما بين التربية وما بين قرار مجلس المحافظة اللي كان مرشح تركماني
لهذا الأمر. أنا شفت وضعنا ما صار، ما بقى عندنا شيء. هذاك الوقت بقرارنا السياسي أخذنا معاون مدير تربية كركوك الأخ عبد السلام، بقى لحين هذا، وإلا إحنا ما تنازلنا، ما كان عندنا أصلاً. ولكن أي شيء. ولكن أيضاً بعد يعني قالت إعفاء مدير عام التربية تم أيضاً. راح أجي. نعم. راح أجي. نعم. عندنا هسه منصبين. المنصب أولاً صحة كركوك اختلاف ما بين التركمان. وزير الصحة بالذات إلي ده يقول لي أنا مؤمن بأن دكتور نبيل أنزه مدير. لكن أكو ضغط علي من قيادة ائتلاف إدارة الدولة أن نبيل ما يصير. ليش تدخل ائتلاف إدارة الدولة إلى هذا المنصب بالذات؟ هذه نقطة توضع على علامة استفهام، وأنتم تقدرون تستفسرون من قيادات ائتلاف إدارة الدولة ليش ومنو ده يرفض هذا المنصب وبناء على أي سبب. هذه النقطة. زين، جينا على المرشحين. انه يقولون رشحونا ناس معينين، احنا قلنا مرشحنا الوحيد دكتور نبيل. ولا زلت انا شخصيا احتفظ في حقي ان اي واحد لو يجي، حتى لو المرشح اللي انا منطيه اذا يجي مكان دكتور نبيل راح اسعى جاهده الى اعاده دكتور نبيل، لانه دكتور نبيل ضحيه الخلاف التركماني. ولكن تم اعفائه من مكتب يعني رئيس الاعفاء ماله. الاعفاء ماله مو قانوني، لأن رئيس الوزراء في وقتها ما طلع أمر ديواني حتى يكلف دكتور نبيل يكون مدير عام صحة كركوك. الأمر ماله وزاري من الوزير بتمديد، يعني ما عنده أمر ديواني. ورئيس الوزراء بناء على معلومات خاطئة طلع أمر ديواني. هذا ممكن أن تقدم شكوى إلى محكمة القضاء الإداري، إلى محكمة قضاء الموظفين، نقدر نأخذ حق دكتور نبيل. دكتور نبيل لازم ينوخذ حقه. هذه الأحزاب السياسية والقيادات السياسية التركمانية لازم يعرفون ما يضحون بنبيل، ما يضحون بدكتور نبيل. نقطة رأس السطر. هذا واحد. نعم. الحصة حصتنا، حصة الجبهة التركمانية بناء على التوزيع. نعم. الحصص. وأنا أقول بصراحة هاي حصتنا إحنا. نجي على تربية كركوك. وزير التربية أعفى مدير عام تربية كركوك من المكون العربي. الأصول الإدارية والقانونية لازم أحد المعاونين يتولى إدارة التربية لحين اختيار أو اتفاق العرب على وزير، على مدير عام تربية كركوك. زين، احنا شفنا، أنا في أحد الاجتماعات شو جاني خبر، قالوا وزير التربية كلف أحد الأشخاص من تربية صلاح الدين يجي يشرف على إدارة تربية كركوك. زين، عنده معاونين اثنين. أنا مستعجل رحت إلى التربية. قلت له تعال، أنت على أي أساس اجتمعت مع مدراء الأقسام وده تقول أنا مخول من وزير التربية أنه أنا أكون مدير تربية وأشرف على التربية؟ أكو قرار أكو كتاب بيدك؟ مو هيته. الشارع العربي بعض منهم بالبداية افتهموا غلط هذا الأمر، عبالهم أنا رايح أريد أخذ مديرية التربية. لا، أنا رحت أريد أفرض إرادة الدولة وإرادة القانون في تربية كركوك. قلت وين قرارك، قرار الوزاري مالك؟ يقول قرار وزاري ما عندي، بس الوزير خبرني روح أنت تولى إدارة التربية في كركوك. هذا وين صاير؟ لا حتى بالعشائر، احترامنا لكل العشائر، تنكتب الكتابة بالفصول بأي شيء، تنكتب كتابات تنكتب. زين، هالقرار اللي أخذ الوزير، أنا رحت عنده معاونين اثنين، واحد عربي واحد كردي. زين، خلي واحد من المعاونين، لا ما يخليه. ليش ما تخليه؟ لأن هذا عربي لازم اللي يجي مكانه عربي. طيب عين واحد، لا ما يعين واحد، أنت جايب لي واحد من خارج كركوك، شو الأساس القانوني؟ ما إلى أساس قانوني. وإحنا قاعدين هناك بعد ما شاف الضغط اللي علينا عليه، وإحنا قاعدين طلع أمر بتوكيل أبو التفتيش من تكريت إنه يكون مدير عام تربية كركوك وكالتنا. إحنا رفضنا هذا الشيء، لكن هم إيش سووا؟ بعد يوم بعد ضغطنا جابوا أحد الأخوة العرب مدير الإعداد والتدريب، كلفوه يكون مدير تربية كركوك وكالتنا. طيب شوف الكيل بمكيالين. أنت طلعت المدير العربي في تربية كركوك،
وجبت اختاريت واحد عربي آخر من الإعداد والتدريب خليته على كركوك. زين وزير الصحة أنت من أعفيت نبيل وجبت المعاون ماله عربي، ليش ما دورت واحد تركماني طبيب تخلي مكان دكتور نبيل؟ هذه الكيل بمكيالين. احنا أدبنا احترامنا، احنا ما عارضنا على المعاون العربي في صحة كركوك، لان قلنا اصول قانوني اصول اداري، ولذلك لكن بالتربية ليش انت سويت هذا النهج القومي؟ ليش وزارة الصحة ما استهل؟ هنا اكو تدخل من ائتلاف ادارة الدولة في ارباك الوضع السياسي في كركوك. احنا اليوم انا اقول لك بصراحة، اليوم احنا تجاوزنا بعض الخلافات القومية، اليوم احنا نريد ادارة الدولة، ادارة البلد، إدارة الحكومة الرشيدة. عربي نزيه، كردي نزيه، تركماني نزيه، خلي تتولى الإدارة. ولكن أتأسف شيء آخر، وأنا موجود في تربية كركوك أقاتل أن تكون الأمر بشكل قانوني أن يتولى أحد المعاونين إدارة تربية كركوك، وإذا اتصال من أحد القيادات التركمانية الى معاون مدير عام تربيه كركوك ليقولوا له انت حتى لو يكلفوك لا تاخذ هذا المنصب. ليش؟ ليش احنا نقبل في منصب صحه كركوك العربي؟ ليش ها احنا في تربيه كركوك ما نقبل استاذ انه لا تدخلوا الى هذه شو اسمه، هذا خلاف ما بين المكونات. استاذ ارشد، هل لك ان تفصح تلك عن تلك الجهه؟ ما راح اقول، مش شرط يسال هم، خلي يستفسرون راح يعرفون. هذه الكيل بمكيالين أثر على شارعنا. اليوم ائتلاف إدارة الدولة مسؤولية مباشرة عن إرباك الوضع بخصوص المناصب في كركوك، ولكن أيضا يحملكم المسؤولية، يعني يدعون بأن الأحزاب التركمانية غير متفقة فيما بينها. ليش نتفق؟ احنا عندنا مرشح واحد دكتور نبيل، غيرها ما عندنا. والسيد غريب يقول أنا عندي مرشحين أيضا، يعني أنا نائب أيضا أرشح. أنا أقول الأخ غريب ممكن يقدم مرشح، لكن القائمة التركمانية الفائزة هي قائمة جبهة تركمان العراق، والحصة حصته، فإحنا ليش نختلف في هذا الأمر؟ مفروض بالعكس، مفروض يدعمنا، مفروض يدعمنا. أنا مع احترامي لكل القيادات السياسية، مفروض يدعمنا وما نتدخل إلى هذه الجزئية اللي إحنا اختلفنا فيه وضيعنا الفرصة. يعني إحنا إلى متى يعني نتنازل؟ اليوم انطيني منصب للجبهة التركمانية في كركوك، انطيني منصب، يلا أنا ما راح أقول، أنت قول، انطيني منصب للجبهة التركمانية في كركوك. مع العلم أكثر الأصوات الانتخابية يمنة، وتحديدا يمي أنا. يعني يا حزب مستحوذ على المناصب التركمانية، إحنا في كركوك مختلفين ما بيننا كتركمان، مختلفين فيما بيننا. هذا الاختلاف مالنا انطى المبرر للأطراف الأخرى أن تهيمن على بقية المناصب. وائتلاف إدارة الدولة أربك الوضع في كركوك. يعني أستاذ أرشد ما تريد تفصح عن الجهة التي يعني مستحوذة على المناصب التركمانية؟ هي اختلاف في وجهات النظر. أنا أريد هذا الاختلاف في وجهات النظر، أنه أنا لازم أعرف أنا هذا حقي أكثر من هذا الحق ما أطالب. حقي حتى ما أخذ حق الآخرين. لكن اليوم إحنا في كركوك دخلنا إلى دوامة، وهذه الدوامة خطيرة أبدا، مو من يعني ما كان موجود سابقا، وإحنا نخشى أن تتحول هذه القضية إلى أمور أخرى. هذه كركوك حساسة، وإحنا ما مختلفين. أنا شخصيا أصواتي اللي أتشرف به من خلال 4 دورات نيابية، أصوات المظلومين من تازة، من بشير، من داقوق، من 90، من كافة المناطق موجود، ولذلك ما أنظر إلى المسألة بوجهة لا مناطقية ولا مذهبية. أتشرف، حتى العربي صوت لي، حتى الكردي صوت لي. هذه كان سر نجاحي لمدة 4 سنوات، 4 دورات نيابية. ليش؟ لأنه ما اختلفت سواء كان بالتعيينات، سواء كان بأي شكل من الأشكال. ولذلك أدعو البيت التركماني، أنا قلت بالبداية أنا عندي اختلاف في وجهات النظر حتى مع قائمتي. يعني أنا شو أسوي بإئتلاف إدارة الدولة؟ ليش أكون أنا شاهد زور في إئتلاف إدارة الدولة؟
اليوم ائتلاف إدارة الدولة والحكومة التي تشكلت مع احترامي للسيد محمد شياع السوداني اللي هو كان زميلي لمدة 4 سنوات في مجلس النواب، وأنا قلت له إلى صراحة، قلت له حكومتك أسوأ حكومة بحق التركمان وبحق كركوك. ليش؟ لأن الرجل ده يطبق ما يريده ائتلاف إدارة الدولة. ائتلاف إدارة الدولة اتفق على برامج كثيرة تؤذي التركمان. ائتلاف إدارة الدولة اتفق أن يعين 17,000 من المكون الكردي اللي موظفين أساساً يأخذون راتب من الإقليم، راح يجون على كركوك يأخذون راتب. هذا من جابه؟ ائتلاف إدارة الدولة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقع عليه. حكومة السيد السوداني وقع على 17,000 محاضر مجاني من محافظة كركوك لقومية الأكثرية للعرب ثم الكرد ثم التركمان. عدد قليل احنا اخذناه بالفترة الأخيرة، وهذا بالقوة اخذناه. هذه مو إدارة دولة، هذه انتقام من التركمان. فلا حد يزعل، لازم الشارع التركماني والشارع الكركوك اللي يعرف انه اليوم ائتلاف إدارة الدولة تسيء العمل في كركوك بشكل عام وإلى التركمان بشكل خاص. واليوم أحد الشخصيات من إدارة ائتلاف الدولة السيد عمار الحكيم في كركوك التقى بوجهاء المحافظة من كافة المكان. نعم، كان عندي اتصال وياه مكتبه، كان على أساس يزورني أيضا شخصيا، ولكن اعتذرت بسبب ارتباطاتي في بغداد. سيد عمار داعم في للتركمان، ولكن هنالك أطراف كثر، ما يوجد هنالك طرف واحد. أنا أسأل اليوم الأراضي التركمانية سواء كان في بشير وفي تازة وفي داقوق وفي طوس وفي تسعين وفي كومبتلر وهالمناطق الأخرى، هذه الأراضي التي استملكت من قبل النظام السابق، اليوم إذا الإطار التنسيقي بقوتهم دي يقولون إحنا أقوياء وعندهم 180 نائب بالبرلمان، إذا اليوم ما ساعدونا بإعادة أراضينا إيش وقت راح يساعدونا؟ يعني عينوا شخصية لمدير إدارة المادة 140، المادة 140 هم اليوم الإطار التنسيقي هو جاي يأذينا. إحنا ليش ما نكون صريحين مع شارعنا؟ الإطار التنسيقي اليوم أنا أنتظر فرصة من الإطار التنسيقي يساعدني، أنا ما أنتظر فرصة من تقدم ولا السيادة يساعدني، لأن احنا نختلف وياهم في هذا الأمر في قضية الأراضي الزراعية. طيب الإطار التنسيقي ممثلا من القيادات الشيعية، أنتوا اليوم تعرفون أكثر واحد تعرفون بشير وتازة وداقوق إيش قد ساعدتكم؟ التسعين تسعين هذه المناطق التي غبنت أيام النظام السابق. زين، أنتوا يا قيادات شيعية إذا اليوم ما تقفون ويانا في إعادة أراضينا، إيش وقت راح تقفون ويانا؟ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة. هسا دا ينتقدوني، بس أنا أعرف كثر الدق يفك اللحيم، أظل أنا أدق على هذا الأمر، أقول القيادات الشيعية لازم يساعدنا في هذا الوقت، غير وقت ترى ما نقدر إحنا بعد، ما حد يساعدنا. يعني حصل ساعدونا في إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة السيئة الصيف بخصوص الأراضي الزراعية. حصلتم على ضمانات بإعادة تكليف السيد نبيل حمدون على دائرة الصحة؟ وزير الصحة قبل 4-5 أيام باتصال مع أحد الوسطاء قال أنا لحد الآن ملتزم بنبيل إذا اتفق التركمان فيما بينهم، لذلك أدعو ائتلاف إدارة الدولة بعدم الاعتراض على دكتور نبيل. أدعوكم لا تفكوا البيت الداخلي التركماني. أستاذ أرشد سووها سبتايتل. نعم. أرشد الصالحي يطالب ائتلاف إدارة الدولة بدعمنا في ترشيح الدكتور نبيل حمدي مدير عام صحة كركوك تحديدا. إن شاء الله سبتايتل. إن شاء الله زميل المخرج يعني الأستاذ أرشد يؤكد على إصرار التركمان ومطالبته لإدارة الدولة بضرورة دعم الدكتور نبيل حمدون لمنصب مدير نبيل حمدي بوشناق على مدير منصب مدير عام صحة كركوك. نتابع المؤتمر الصحفي العربي التركماني حول إجراء تغييرات في مفوضية انتخابات كركوك، نتابع المؤتمر الصحفي ونعود سيادة النائب. نعم. مشاهدين الأعزاء نتابع المؤتمر الصحفي. بعد أن حدد البرنامج الحكومي موعد الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام الحالي، يعلم الجميع أن من أهم عوامل نجاح الانتخابات هو أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة في مكتب كركوك الذي ثبت
في كل الانتخابات السابقة عدم حياديته وإخفاقه بإدارة عملية انتخابية شفافة تحظى برضا واحترام الجميع. إن من أهم أسباب هذه الإخفاقات هو احتكار منصب مدير مكتب كركوك منذ عام 2005 ولحد الآن من قبل جهة قومية واحدة وحزب واحد، رغم تعاقب عدة شخصيات عليه ثبت عدم حياديتها جميعا وانحيازها لقومية واحدة دون غيرها. وهذا يعطينا الحق بأن نطالب بتطبيق مبدأ تداول السلطة وإشراك باقي المكونات في إدارة هذا المكتب الذي تزايدت خروقاته للقوانين السارية وتجاوزه على النظام الداخلي للمفوضية نفسها بدون رادع. وهنا نتساءل عن دور أعضاء مجلس النواب والأجهزة الرقابية والقضائية وتغاضيهم عن هذا الملف المهم. إن انتخابات مجلس محافظة كركوك القادمة المهمة جدا لكل المكونات، إذا ما أجريت في ظل وجود إدارة مكتب كركوك الحالية التي تنتهج سياسة الإقصاء والتهميش لباقي المكونات وتتبع إجراءات غير قانونية ذات طابع سياسي واضح للجميع، وإن عمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين سوف تتكرر بوجود مثل هذه الإدارة، وسوف تذهب بالمحافظة وأهلها إلى المجهول، وستخلق مشاكل للجميع في غنى عنها. وهذا الأمر من المؤكد سوف ينعكس سلبا على التعايش السلمي ويهدد العلاقة بين أبناء المحافظة الواحدة واستقرارها ومستقبلها. إننا اليوم ولضمان إجراء عملية انتخابية شفافة وعادلة ولضمان عدم عزوف ناخبي كركوك بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، نطالب السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس المفوضين المحترمين بتقويم وتصحيح الأوضاع في مكتب كركوك ووضع حد لاحتكار سلطة إدارة المكتب من قبل قومية واحدة، ونطالب بهيكلة مكتب كركوك وإعادة توزيع المناصب المهمة فيه بتوازن بين القوميات مع مراعاة الكفاءة والاستحقاق الوظيفي حسب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونظامها الداخلي. كما نطالب بمحاسبة وإبعاد كل الموظفين الذين ثبت تورطهم في عمليات الفساد والتزوير والتلاعب بالأصوات في الانتخابات السابقة. كما نطالب الجهات ذات العلاقة وانطلاقا من مبدأ المساواة والعدالة بضرورة تمثيل ممثل عن المكون التركماني في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. حياكم الله مجددا واهلا وسهلا بكم استاذ ارشد رئيس لجنه حقوق الانسان النيابيه ورئيس الكتله التركمانيه. استاذ ارشد، يعني العرب والتركمان اتفقتم هنا في هذه النقطه لاستبدال اداره مفوضيه انتخابات كركوك، وايضا اليوم الاحزاب الكرديه رفضت هذه المطالب باستبدال مديريه المفوضيه في كركوك، وبشديد اللهجة البيان من قبل الأحزاب الكردية تقول بأننا سنحارب. نعم سنحارب. يعني تعليقك على المؤتمرات. نعم، مع احترامي طبعا، شكرا للمؤتمرين لهذا الأمر. أنا كنت أتمنى تكون البيان أكثر شفافية. يعني ده يقول منه، يقول استحوذ الجهة أحد الجهة القومية. احنا ليش ننكر الجهة القومية؟ يعني الكردية، لا ليش اقول احد الجهات القومية؟ اقول الجهة القومية الكردية هيمنت على ادارة مفوضية الانتخابات. احنا لازم نكون صريحين. انا من الناس اللي اكون صريح، ما استخدم دبلوماسية بهذا الامر. اقول صريح، الخاطئ اقول له خاطئ، انت متجاوز، انت عربي متجاوز، انت تركماني متجاوز، انت كردي متجاوز، فخلي البيان يكون واضح. انتوا احزاب واقفين تشيرون بشكل المقابل ما يعرف شنو من الجهه القوميه. يذكروا بلك المسيحيه مهيمن على اداره المفوضيه. هو اقول الجهه الكرديه قد هيمنت على اداره مفوضيه الانتخابات في كركوك. بهذه الصيغه اقول هذا واحد. بعدين ياكد على دور اعضاء مجلس النواب. اكيد اعضاء مجلس النواب عليهم ان يتواصلوا، تواصلنا مع مفوضية الانتخابات ليست مرة واحدة، لأكثر من مرة، ولدينا قاضي من كركوك يعلم بتفاصيل هذه الأمور. لكن هل الأمر منوط بالمفوضية أم بسلطة أعضاء المفوضية الانتخابات المكتب الوطني
الاثنين من الأخوة الكرد اللي هم اللي يطلعون القرارات اللي هم مهيمنين على إدارة المفوضية. مكتب كركوك كان سابقا رئيس المكتب كان الأخ المفقود الشهيد يحيى الحديدي اللي لحد الآن ما حد يعرف وين، شلون أغتيل، شلون قتل بطريقة، اللي كان هو رئيس مكتب كركوك. ومن ذاك اليوم من 2005-2006 الأخوة الكرد مهيمنين على مكتب كركوك وإلى استثمار كركوك وإلى دوائر كركوك. كونوا صريحين. وإحنا قبل شوية أنا كنت في اجتماع بوجود الأمم المتحدة مع الجانب الكردي ومع الجانب العربي ومع الجانب التركماني، تكلمت بصراحة. إحنا ليش يعني ما نكون صريحين؟ أعضاء مجلس النواب التقينا مع مفوضية الانتخابات التي تسمى مستقلة، هي ليست مستقلة وإنما مفوضية سياسية بامتياز، ولذلك القرارات التي تؤخذ في كركوك هي قرارات سياسية. أنا أدعو، وسبق أن ناقشنا، أنا أدعو عدم الذهاب إلى انتخابات كركوك دون تغيير الهيكل التنظيمي والإداري لمكتب مفوضية كركوك. ولكن أنتم صادقتم على اتفاق ما بين الأطراف السياسية في كركوك أستاذ أرشد على إجراء الانتخابات بعدما كانت يعني كركوك يعني لم تجرى فيها انتخابات من 2005. هذا قانون. يعني ليش ما اتفقتوا منذ 2005؟ هذا يعني قانون صحيح. هذا قانون ووضعنا فيها النقاط الخاصة بكركوك، سواء كان بتدقيق سجلات الناخبين، المادة 35 اللي تعدادها مو 57 ما يقدر يصوت هنا، ولكن المادة 35 لم تضاف يعني بشكل ما أنتم طلبتوا بها يعني. لا بالعكس، بالشكل اللي احنا ردناه أضفنا الفقرات ماله، أنه نتائج الانتخابات ما تمثل ما تعكس واقع كركوك، والمناصب يجب أن توزع بالتساوي وبشكل عادل ما بين المكونات. كل النقاط الخلافية اللي ردناه واللي صارت مشكلة هذاك الليلة لا احنا أضفناه إلى المادة 35 في قانون الانتخابات. لكن الذهاب إلى انتخابات ما ممكن تحققها مع وجود هذه المفوضية الغير مستقلة في كركوك. مفوضية الانتخابات في كركوك يحكمها جهة سياسية، وهذه الجهة السياسية هي الجهة السياسية الكردية بامتياز. وحتى التركمان والعرب الموجودين هناك أنا أشوفهم في وضع لا يحسد عليهم، موقفهم ضعيف من خلال هيمنة الأعضاء الكرد الموجودين في المكتب الوطني في بغداد. يعني التقيتم برئيس المفوضية الجديد؟ الجديد يعني الجديد ما ملتقين، السابق ملتقين، وعدنا بلاغات بهذا الخصوص وأكدنا عليه في أكثر من مرة. يعني لماذا الإصرار على عدم الاستبدار وعلى عدم إجراء يعني التغييرات؟ حتى يستمرون في النتائج الانتخابية تكون لصالحهم. نعم، بالنسبة للبيان الأحزاب الكردية يعني هنالك شديد يعني اللهجة شديدة اللهجة للأسف يعني. البيان أنا عاتبت الأخوة القيادات الكردية اليوم، قلت البيان بيان استفزازي، واحنا كركوك لازم ما نستفز الواحد للثاني، عندك حق قومي ضائع تطلبه بشكل او باخر، احنا اليوم نريد نقضي على التمييز العنصري والتمييز القومي والتمييز الطائفي، سنحارب من اجلها، كركوك مساحة حرب. ولذلك ادعو الاخوة في القيادة الكردستانية الى يعني ان يقدموا النصيحة لأعضاء مكاتبهم في كركوك أن يبتعدوا عن لغة التهديد والوعيد. كركوك ما يتحمل التهديد والوعيد. كل واحد عنده جمهور يقدر ينزل على الشارع. نعم أستاذ أرشد، بالنسبة لي يعني مجلس المحافظة، يعني هل أنه تتوقع أنه الأحزاب التركمانية تتوحد بقائمة موحدة للأحزاب القومية العلمانية والإسلامية في قائمة واحدة موحدة؟ والله أولاً أنت دا تسألني أسئلة دا تحرجني، ومن أجاوب راح يزعل البعض من عندي. لا صراحتك أهم أستاذ أرشد. صراحتي أنه الأحزاب الإسلامية أحزاب الدينية لازم ما يفككون الساحة التركمانية. يعني خلونا متوحدين. يعني مثلا من يجي الإطار التنسيقي تنزل في انتخابات كركوك، حزب الدعوة يجي ياخذ جزء من أصواتنا، ينزل 2 مرشحين 3، يجي تيار الحكمة ينزل قائمة ياخذ جزء فد 2000 صوت من التركمان، يجي مثلا منظمة بدر ياخذ مجموعة، يجي مثلا ائتلاف النصر ياخذ مجموعة،
يجي التيار الصدري ياخذ مجموعة، يجي العصائب ياخذ مجموعة، هذه مو من مصلحتنا. هذا يفككنا في المناطق المختلطة، سواء كان في صلاح الدين في طوس، سواء كان في كركوك أو في تل عفر والموصل. أنا أنصح الأخوة بالقيادات الشيعية أن لا يجعلوا التركمان مشتتين في مناطقنا. أنا نصيحتي كمجرب لأربع دورات وكرئيس جبهة لمدة 10 سنوات، ما تفيدنا غير قائمة في صلاح الدين، قائمة التركمان صلاح الدين، يلم كل التركمان تحت لافتة التركمان، قائمة التركمان صلاح الدين، ويركز على مرشح مرشحين، المهم يخلي 30 مرشح في هذه القائمة. لازم الأخوة الشيعة القيادات الشيعية ما يجون يخلونا في إنشاء في اختلاف. في كركوك نفس الكلام، نجي على تل عفر الموصل. نعم. احنا عندنا في تل عفر العدد الكثير من المرشحين اللي نزلوا دمرنا، بحيث خلى المرشح من زمار بمرشح واحد فاز، لكن كان نازل 40 مرشح تركماني. وكان القانون يختلف. اليوم القانون سانت ليغو لازم تجمعهم. فأنا أدعو أنه تشكل قائمة 1.7 قائمة تركمان نينوى. شقد عندهم مقاعد؟ عندهم 30 مقعد، يعني طلع الكوتا، يعني أنت تقدر تنزل 54 مرشح. زين، أنا أجي إلى التركمان في تل عفر عشائرية وحزبية، أجيب 54 مرشح، ما أدخل إلى التفاصيل، شوف، ولا أجيب اسم المذهب. نعم. أجيب 54 مرشح من تل عفر ومن موصل، من داخل الموصل، أجيبهم كلهم أخليهم ضمن هذه القائمة، يسمى قائمة تركمان نينوى. عندنا خوش أصوات، عندنا 100,000 صوت. إذا اليوم ما اتفقوا بهذه الشاكلة وذهبوا إلى الأحزاب الشيعية، مثلا خلينا نقول منظمة بدر نزل قائمة هناك، أو العصائب نزل قائمة، أو حزب الدعوة نزل قائمة، أو الجبهة التركمانية نزل قائمة، والتقدم نزل قائمة، إحنا من يروح مرشحين إلى هذه القوائم ما حد يفوز من عندهم. فمن يوصلون إلى مجلس محافظة نينوى ما راح يكون لهم مرشح، راح يكون الأغلبية للآخرين. فالفرصة آتية إلنا بتشكيل قائمة تركمانية موحدة في كل المناطق التركمانية، لازم ننزل بقائمة واحدة. وأنا أدعو القيادات السياسية الشيعية والسنية على عدم إدخال التركمان إلى خلافات مناطقية ومذهبية، خلي يقولون روحوا أهالي طوس خرماتو اتفقوا على قائمة واحدة، مو يجي كل واحد ينزل قائمة هناك. من ينزلون قائمة احنا راح نختلف فيما بيناتنا. أنا هذه تجربتي خلال هذه الفترة، واحنا مؤيدين لهذه الفكرة بالمناسبة، كجبهة تركمانية مؤيدين لهذه الفكرة. لذلك ندعو الجميع، خلي لا أحد يعاتبنا. أنا رحت إلى تل عفر، رجال الدين في الحسينيات في الجوامع قالونا نريدكم تنزلون بقائمة. أنا من اليوم أقول للأخوة في تل عفر والموصل، شجعوا جماعتكم إلى عدم الذهاب إلى أطراف شيعية وأطراف سنية، لأنه راح تتشتت أصواتكم، ترى ما راح تحصلون شيء مثل هالمرة. نعم. هذه نصيحة أخ لأخ. نعم. بالنسبة للتطورات السياسية في برلمان إقليم كردستان، كيف تتابع الأحداث السياسية؟ هل النواب التركمان أيضا شاركوا في الأحداث التي جرت في داخل البرلمان الإقليم؟ يعني أولا الاختلاف السياسي الموجود في برلمان الإقليم أنا أشوفها حالة حضارية جيدة. لازم يصير عركة. ليش ما يصير عركة؟ العركة أو الشجار داخل البرلمان شيء طبيعي. ليش واحد يتضارب ويا بالنسبة للنواب التركمان يعني؟ لا لا، مو راح أجي. نعم. ليش يتضاربون؟ لأن أكو في اختلاف وجهات النظر بالقاعدة بالأساس. الجمهور مختلف فيما بيناته، فمن الأفضل أن لا يتنازع الجمهور في الشارع، خلي يتنازع داخل البرلمان الممثلين، خلي واحد يضرب بطل للثاني، شيء طبيعي جدا. هذا موجود في كل البرلمانات. أنا أشوف حالة صحية جيدة. لكن الاختلاف الرئيسي بيناتهم كان على مقاعد التركمان وعلى مقاعد المسيحيين.
بس ما حد يذكر هذا على مقاعد الكوتا. نعم مقاعد الكوتا، لين الديمقراطي الكردستاني مهيمن على 10 مقاعد للتركمان وللمسيحيين. والاتحاد الوطني ما يقبل هذا الشيء، ده يقول لا خلوا التركمان هم يكونون يمثلون قوميتهم. فعلا احنا وصلنا الى مرحله بحيث التركمان، ولكن البارتي لديه علاقات وطيده وقويه مع تركيا ومع الاحزاب التركمانيه مع الجبهه ايضا، يعني في هذا الامر نختلف معهم. بالذات في هذا الامر لان الكوتا موزعه الى الاحزاب. يعني تطالبون بزياده التركمان. مقاعد الكوتا يعني اولا احنا عندنا وجهه نظر، احنا عندنا تركمان في كفري، عندنا لازم يكون مشاركة وتمثيل تركماني في مجلس محافظة السليمانية. نعم. اليوم مجلس محافظة السليمانية ما بي تركمان، برلمان الإقليم. أكو اختلاف في وجهات النظر، أنه يقولون الاتحاد الوطني إيش يريد، يقول 2 من المقاعد البرلمانية نجيبها للسليمانية، 3 نخليه الأربيل. أنتوا هذا القرار مو من حقكم أنتوا تقررون، هذا قرارنا إحنا. قرارنا إحنا، صحيح قد يكون موقفنا ليس بالمستوى المطلوب داخل برلمان الإقليم، بس هذا القرار قرار سياسي يعود إلنا. إحنا إذا خلينا 2 في السليمانية لبرلمان إقليم كردستان، لبرلمان الإقليم، زين إحنا نخشى أنه الاتحاد الوطني أنه بيزي يأخذ هذه المقاعد. ومدى ينطيكم منصب بمحافظة السليمانية أو مجلس المحافظة؟ لا ما عندكم منصب. إذا ما خلينا التمثيل التركماني لكفري تحديداً ولهذه المناطق في حوالي كفري أنه تمثل داخل مجلس محافظة السليمانية، ذاك الوقت لا تقدر تجيب خدمات إلى منطقتك، لا تقدر تعين مدير عام في دوائر السليمانية. مع العلم إحنا مفروض جزء رئيسي في هذه المنطقة، ولذلك الخلاف بالدرجة الأولى على المفوضية. شلون نفس المفوضية الموجود في بغداد عندهم وجهات نظر، الحزبين يتناحر فيما بيناتهم، هنا أنا أكو تناحر، مو يمنع أكو تناحر، هنا هناك أكو تناحر على المفوضية الانتخابات في الإقليم. لكن أنا أقول بصراحة والجزء الرئيسي من التناحر هي على مقاعد الكوتا التركمانية والمسيحية، بس ما حد يجي بطاري هذا. نعم أستاذ أرشد، باعتبارك رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية للناجيات التركمانيات والمختطفات. نعم. التركمانيات، قانون التعديل الأول أعتقد على قانون الناجيات اليزيديات، هنالك اللي ربما حصل يعني رفض على إجراء أي تعديل مثلا على قانون اليزيديات. الناجيات، قانون الناجيات اليزيديات، الأخوة اليزيديين افتهموها بشكل خاطئ. عبالهم إحنا نسلب حقهم، قلنا إحنا ما نسلب حقكم، بالعكس أكو خصوصية للنازيات الإيزيديان. لكن صفة التعديل، مقترح التعديل اللي إحنا طلبنا من رئاسة الجمهورية إجا تعديلين. التعديل الأول يقول التاريخ، التاريخ يوم دخول داعش إلى تل عفر يوم 10/6، هذا دخول، إذن يجب أن تغير بالقانون، لأن القانون أساسا يقول 8 يعني 10/6 أعتقد دخول داعش لنينوى، يعني نينوى وتل عفر نفس الشيء في نفس اليوم دخلوا. إذن ما معناه دخولهم لازم خلال هذه الأيام أي تركماني أو أي زيدي أو شبكي أو مسيحي إذا راحت ناجية هذه لازم تنشمل بالقانون. إذن اختلاف فقط في التاريخ. الأيزيديين يقولون لا، دخولهم إلى كوجو 8 هم بعد شهرين قرية كوجو، قرية نادية مراد، بعد شهرين راحوا إلى كوجو. يعني إحنا سبقونا بهذا الأمر، في هذا الأمر، لذلك عندنا فقط اختلاف، فهمنا الإخوة الأيزيديين بهذا الأمر، هذه النقطة. النقطة الأخرى، القانون إيش يقول؟ يقول الأطفال الأيزيديين اللي كان عمرهم أقل من 18 سنة ذاك الوقت. لكن بالتعديل إحنا قلنا احنا بالعكس اخذوا من عندنا دار الايتام، اكثر من اطفالنا احنا راحت، اكثر اطفالنا كانوا دون السن 18، هذا ما مذكور بالقانون. احنا اضفنا فقرة في هذا التعديل اللي اجت من رئاسة الجمهورية، انه الاطفال التركمان والمسيحيين والشبك اللي كان دون عمر 18 ان ينشملوا بقانون الناجيات. الاخوه الايزيديين ذكورا واناث استاذ. نعم ذكورا واناث، ذكورا واناثا، لان احنا عندنا كان اطفال. نعم ذكور كان عندنا. نعم
الأخوة اليزيديين فهموا غلط، قدموا اعتراضهم، عقدنا اجتماع وياهم فهمناهم، وحاليا ننتظر اجتماع ثلاثي بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة ولجنة الشهداء حتى نطلع بحصيلة. هي الست فيان كانت هي أشارت على مظالم التركمانيات المختطفات. نعم هم ما يختلفون، هم فهموها بشكل خاطئ، ولا بد لنا أن نشرح لهم احنا مدى القانون، قانون النازيات الأيزيديات انطينا لهم الخصوصية، حتى مدير عام النازيات خلينا لهم أيزيدية، يعني انطينا الخصوصية لهم، لكن النازية التركمانية أيضا عندها مظلمة ولازم تأخذ حقها في هذا الأمر. نعم أستاذ أرشد، يعني أعضاء اللجنة المالية كانوا يشيرون بأن هذا الأسبوع هو الأسبوع الموعود على التصويت على الموازنة الثلاثية. لدينا تقرير، نتابع التقرير ونعود. فيما أكملت المناقشة والتصويت على أغلب المواد المقترحة بحضور نائبي رئيس مجلس النواب. البنود الأصلية بما باستثناء المواد التي تخص إقليم كردستان تم التصويت عليها بالمجمل، وهناك بعض المواد الإضافية المقترحة من قبل اللجنة والتي تلامس حياة المواطن العراقي، مقترحات من قبل مجلس النواب ومقترحات من داخل اللجنة. لدينا بعض المناقلات في بعض الجداول اللي سيتم حسمها خلال اليومين القادمين، ومن ثم نتحدث عن تقديم الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب بغية عرضها للمجلس للتصويت عليها. وبحسب المعطيات، يؤكد نواب في اللجنة المالية أن القانون سيحسم نهاية الأسبوع الحالي ليقدم إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل في أبعد الاحتمالات، خاصة بعد إكمال التصويت على تخصيصات الصناديق بضمنها صندوق المحافظات الأكثر فقرا وحسم مناقلات تنمية الأقاليم. يتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية، وكان القصد بالتأكيد منها وإنضاج مشروع قانون الموازنة بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي وردت كأهداف وأولويات من برنامج الحكومة. تم التصويت على تخصيص مبلغ 500 مليار للمحافظات الأشد فقراً. أيضا تم التصويت اليوم على العقود من المحاضرين والإداريين وكل العقود بغض النظر عن نوع العقد ومدة الذين مضى عليهم أكثر من سنتين، ألزمت وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية لهم. ويرجح أن تكمل اللجنة المالية النيابية مناقشة مواد الموازنة الخاصة بإقليم كردستان للتصويت عليها، إلى جانب بعض المواد المقترحة بضمنها تخصيصات صندوق الشهداء، إضافة إلى إكمال جداول مناقلة تخصيصات تنمية الأقاليم. كم مجددا في الفقرة الأخيرة وفي الجزء الأخير أستاذ أرشد، يعني المناقلة وحصة إقليم كردستان، وأين حصة المناطق التركمانية المتضررة من الإرهاب التكفيري؟ كيف يعني انطباعك وتوقعك عن تاريخ محدد للتصويت على الموازنة الثلاثية؟ حسب علمي الاختلاف كبير في وجهات النظر للتصويت على القانون ما بين الإقليم وبغداد، على مبيعات النفط، على الضرائب، على شركات الهاتف النقال، على الرسوم الجمركية، اختلاف على المشاريع الاستثمارية، اختلاف على نسب المشاريع للبترودولار، اختلاف على المحافظات. هذه الموازنة 197 تريليون حسب ما اتذكر، مبلغ يعني تريليون، يعني مبلغ واسع جدا، مبلغ ضخم، مبلغ ضخم. والأسلوب اللي ارتكبه أسلوب خاطئ، يعني دا يحسبون سعر البرميل 70 دولار. طيب من يقول راح يبقى سعر النفط 70 دولار؟ بلكي صار 40 دولار. انت ايش راح تخلي للمستقبل الأجيال القادمة؟ هذه الحكومة ما تفكر بالمستقبل. انت اليوم ما عندك شيء، ما مضمون بيع النفط لا سمح الله، باكر توقف صار فد شيء توقف تصدير النفط من العراق. زين انت سويت هذه الميزانية على هذا الأساس وعندك هذه المشاريع، يعني وما قدرت تبيع النفط ثلاث سنوات على 70 دولار، خطر جدا. هسه اليوم صار لنا اشقد، احنا تقريبا شهر ونص تصدير النفط من كركوك متوقف، اشقد نخسر يومية احنا بسبب القرار الدولي، قرار يعني الدولي، اشقد نخسر يومية احنا من توقف صادرات النفط من كركوك. اليوم احنا نخسر يومية تقريبا 400
ولكن يعني اعتقد حسب ما علمنا انه تركيا هي التي يعني تماطل يعني ما بيده هو يرضخ للقرار الدولي مدى يقدر لان يقول لازم يوافق الحكومه العراقيه عليه هو ايش عليه نعم. هو يخسر اذا ما يروح النفط من عنده هو ياخذ جمرك من يعني هل بامكان العراق تصدير النفط على عبر بانياس مثلا الاراضي السوريه ما متوقف ما يشتغل على بانياس احنا اليوم نخسر يعني شوفوا هنا عقليه الاقتصادي لازم يكون واسع انت حسبت البرميل الواحد 70 دولار اليوم احنا صار لنا شهر متوقفين باسر لا سمح الله صارت ازمه وانخفضت سعر النفط من 70 الى 40 الى 30 ايش راح تسوي نعم انت هذا غلط استراتيجي نعم المواطن كان يتامل حسب التصريحات الورديه استاذ غلط ائتلاف اداره الدوله يمارس دور فقط ينطي شكل وردي يقول انا نجحت نجاح وقتي انا ما اريد انا اريد الجيل القادم من الأطفال العراقيين ما يقدون بالشارع أنا أريد الجيل القادم من الطفل العراقي ما يصاب بالأمراض السرطانية من وراء النفط أنا أريد الجيل العراقي الطفل العراقي بعد 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 15 سنة انطيني شيء للطفل العراقي أنا طالبت بصندوق السيادة للأطفال هسه عندنا قانون إحنا قانون حماية الطفل قلت صندوق سيادة الطفل الطفل العراقي اليوم عمره سنة بعد 10 سنوات أنا شيء ضامن له ما ضامن له شيء هذا الطفل اليوم ده يتعرض الى ابسط الى كثير من الامراض استعجل به نعم. نجي الى المناطق التركمانيه احنا طلبنا 100 مليار دينار لحد الان اللجنه الماليه ما موافق عليه بتوقيع النواب جميعا نجي الى تثبيت العقود بالنسبه لشبكه الاعلام هنا عندنا اجور يومي وعقود موجود في شبكه الاعلام بالنسبه لي هنا خلينا نكون شويه قوميين نعم. يعني نطلب بحق التركمان في شبكة الإعلام اللي هم أجور يومية طلبنا من الأخ رئيس الشبكة هو مشكوراً دي قاتل من أجل هذا الشيء وأعتقد أن طول وعود بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود والعقود إلى تثبيت نعم. نجي إلى الكتاب الآخر اللي انطيته إلى اللجنة المالية أنه بالاتفاق مع السيد رئيس الشبكة أنه تخصيص 3 مليارات إلى قناة التركمانية وإلى السريانية وإلى الكردية فأنا أدعو النواب الكرد والنواب المسيحيين يعني إلى مديرية الإعلام الوطني نعم أي نعم نعم والله هالمرة لا كل واحد يأخذ حصته يعني إحنا نجيب لكم هذه أجهزة وتريدون نعم. استوديو فكل واحد خلي إن شاء الله رئيس الشبكة يحاول بهذا الخصوص أنه يحكي مع رئيس اللجنة المالية شكرا لجهودكم شكرا جزيلا لكم أيضا نعم في الختام أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية شكرا لحضورك شكرا. وشكرا لصراحتك المعهودة دائما شكرا لحضورك وشكر موصول لكم سادتي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لقيانا وإياكم في الأسبوع المقبل إن الله راد إلى اللقاء